عندي عكاوي وبصل وتوم وزعتر وجزر وكرفس جوز الطيب وحبهان وطماطم وبهارات ورق لور وملح وفلفل وزيت وفلفل حار ومرق. ايه الكلام ده وايه الجمال ده؟ مش عارف. طيب هعمل ايه بقى يا سيدي؟ عندي طاستين على النار. ادي اول طاسه وادي تاني طاسه. واحنا عايزين نشتغل بقى بمرض الله عشان محدش يزعل مننا. حبه ملح وهنا حبه ملح، بس ايه نضيفهم في الكتاب عشان بعد كده نقدر نستغلهم. سيبهم بقى يقدحوا كده. ادي الجزر ده بوكيه جرني. هي مش من هوايه الطماطم كتيره، لكن تكون من هوايه البصل الكتير. اه كده اهو. يعني انا افضل ان اعدي لها بصل كتير اكتر من الطماطم. ورق لور وحبهان جوز الطيب اهو. اشيل بقى الزفه دي من هنا.